وسهلين بالحلوين. السلام عليكم ورحمة الله. فلوج جديد معكم ياسر من فيرجينيا. فلوج اليوم باش يكون نوعا ما فرخ، ما عندناش حاجة معينة باش نصوروها، لكن 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 باش نحاولوا نعديو مع بعضنا النهار اللي نبدا ما نخدمش فيه. كيفاش يتعدى من اوله لاخره؟ بشكل عام هو النهار هذايا نتعب فيه اكثر من النهار اللي نخدم فيه من غير مبالغة، يعني هاي نعم من غير مبالغة. So, لو انت تشوفينا على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو لأكثر عدد ممكن من اصحابك وتشترك في القناه وتفعل جرس بصوصتك فيديوهاتنا والبول. لو انت تشوفينا على الفيسبوك لايك وتشير الفيديو أكثر عدد ممكن من اصحابك. اذا تحب تشوف يومياتنا في امريكا مرحبا بك في حساباتنا على السوشيال ميديا الانستغرام والتيك توك. ايوه الدار امورها واضحه مريقله، فما حد شيء ناقص، شويه باب زادوكم برك تم بعد نحطوهم. وي جماعة أول حاجة باش نعملها برجو لا يلزمني نغسل الكهرباء، الكهرباء والفوضى اللي فيها هذايا والغبرة يلزمها كل تتغسل وتتنح، حتى من برا من نهار اللي صب الثلج وقت اللي صب الثلج ما غسلتهش. إيه ثاني حاجة يلزمني ناخذ سيبور للكهرباء، خاطر السيبور هذا اللي ماخذه سيبور بتاع الكاميرا ما نجمش نحطها ونتبع، سو يلزمني سيبور يتحط غاديكا من الواحد بتاع الكليماتيزور باش نجم نصور ونتبع الطريق في عقلي. هذوما مبدئيا الحاجتين الاولانيين. لازمنا شويه كاش قبل كل شيء، خاطر الكاش اليوم باش نستحقوه على الاخر، باش نستحقوه تو تعرفوا من بعد فاش نستحقوه. هذه 70 دولار تكفي. طيب هذا فيروس اول حاجه باش نعملوه، وصلنا بعد 8 دقائق ان شاء الله نلقاو الوحده اللي حاجتي بها. وتك تك ماش بكري قمت مؤخر نهار راح هنا الحاجه اللي تعجبك فيهم يرحبوا بك اول ما تدخل، باش تلقى واحد يقول لك هاي ما فماش اليوم استنسب. كيما دخلت كيما خرجت اللي حاجتي بيه ما لقيتوش، المره ذي هاي فارغه ما فيهاش، يعني لازمني نفركس عليها في بلاصه اخرى ولازمني نشريها اليوم خاطر ما عادش بكري. واصلا انا فديت من اني نقعد في الكهرباء نصور شاده الكاميرا في يدي كيما هاك، لازمها تتعلق وتبدا راكحه وتخرج تصويره احسن وخير. هذه توباكو شوب شوفوا منه حاجه للكهرباء للريحه نتاع الكهرباء خاصه. جماعه شوفوا الشيش في التوباكو شوب، مش عارف حتى الاسواق نتاعهم تنسال عليهم توا. شوفوا هذه جماعة شوفوا طويلة ها في طولي، أنا ممكن أقل مني بشوي. تيني حاجة صاحبي للكهرباء، ريحة الكهرباء وكهو نحب ريحة بيها ما تحكي ليش فاش فاش هذي أنا خير شم شم من هنا شم شم هك بيه اوكي هذه انا راها خير يثبت لي تا ايه بقيت نحلو انت سالتني حابين نعمل لك ليه ليه هذه احسن قديش هذا استنى انت سوم هذا فور نارينا دي 25 25 اوكي واني رجعت للشيشه تاعو نتاع قبيله السومه نتاعها هذه 800 دولار يعني قريب 3 ملايين ثلاثة وهو مش خدمه واحد من الجميع من الحكاية ويشريوا منها بالله individuals جماعة البزنسز عنده قهوة عنده رستوران عنده بوتيك عنده ايفامان حتى غادي كلها هي تم individuals عباد ليه ربحنا هذه هكا ولتاو اللوج على على السيبور ما لقينيش. هو المفروض نمشي الاوتوزون انه لاي بلاصه اخرى تبيع الحاجات هذيا ونشري ديريكت وكا ما نكسرش راسي، غير انا لا غالب وكا قاعد نضيع في الوقت تحس. هذه 7-11 نورمالمون موجود تو في 7-11 هاي فما واحده قريبه هذيا نورمالمون تلقى فيها بقدرة ربي. هذوما امور كرهبة امور فازت الزيت والماء بس حتى انا مفهميش ما عندوش حتى هذا طلع ما عندوش، يعني من المستحسن نمشي نغسل في الكهرباء ساعة خاطر ما عادش بكري وتو من بعد نشوفوا كيفاش. مفروض كل شيء يوفى لهنا تو صحيح
هنا باش نلقاو قدرة ربي مانيش باش نرجعو خايبين. الاكسسوار، الزيت، كل شيء. مش نشوفه ده. شوفوا برشا نوع يا جماعة، شوفوا قديش من نوع. فر. أنا اخترت هذا. هذا يتكفي نور الموت زي تتحط في الكهرباء تفضلك مشاكلك الكل. You're going to have a good day. You too, thank you. هكا الوضعية أحسن وخير. لا محالة ما لقيتش وقت باش نركب السيبور جديد. أما هكا نتصور إنه أحسن. ارتاحنا من مشكلة السيبور توا باش نمشيو ديريكت باش نغسلوا الكهرباء. الكهرباء فيها مشكلة كبيرة متاع وسخ ولازم تتنظف والواحد لازم يرد باله بالحق. خاطر لازم تخلي كرهبتك نظيفة ديما حتى على المورال انك تطلع وهي في حالة برجولية تبدا ماكش مرتاح فيها. لا 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 It's closed. It's closed. سكر. For renovations. يجددوا تحسها ما بزهري أنا اليوم ولا يحبوا يجد. شفتوا مسكر اليوم يعني شوف باش لقينا اليوم ظهر فيه نهار تعيس على الاخر باش لقينا شو اسمه باش لقينا السيبور قعدنا قريب ساعتين وحنا نلوجوا ما خلطناش باش نركبوه طلع ما يركبش. الحكايه الثانيه الكاروش مسكره مانيش عارف شنو قاعد نعمل انا اليوم. لقينا دانكن دونتس بالزهر القهوة المفضلة عندي بجنب الكاروش بالضبط. الحاجات هذوما كل تقعد تستنى في نهار الاثنين باش تقدم حتى وسط الجمعة تشوفه ما عندكش وقت تقعد تخدم من العشية للصباح. بعدين كي يجي النهار اللي تبدا باش تقد فيه قضياتك هذوما ما تلقى حتى شيء يمشي يطلع لك هكا شوية دم. أما مش مشكلة باش ناخذ القهوة ونتفرهدوا شوية. ساعة ونص نحتسي في قهوة برامجي كل فزدت هذا كل لازمني نحرر الوقت خاطر باش نمشي نقص شعري باش نمشي نحاجم نصير حاجم بالرونديفو بالابويتمنت تقول ماشي باش تقابل شخصية سياسية ماكش باش تقابل سي يوسف. هذا أول مرة من اللي جيتنا هنا نذكر روحي نقعد ساعة ونص ونشرب في قهوة مستانس تك تك ويدو ويدخوه تربح في الوقت. أنا الحاجم شوفوا صاحبنا يوسف شوفوا هكا قاعد يحجم طبيعة لازمك تجيب الموعد وتريق أمورك وتحجز بلاصتك قبل ب 48 ساعة ما كانش ما يستعرفش بيك صاحبي. ايوا اخيرا نخلص. السلام عليكم. خلصت صحيح؟ يا خلصت حبيبي. نجم نلقاو لك وقت؟ نجم. وعلاش تضحك؟ ما فهمتش علاش تضحك؟ معناها قبل باسبوعين يعني باش الواحد يجيك. والله واحد ينجم يدير بروجرام هذه امريكا واحد ينجم يدير بروجرام يحلل كل اسبوعين يتحلل ياخذ موعد للاسبوعين الجايين على راحته على كيف منظم يعني. شوف 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 القانون بتاع الواحد ها قانون بتاع المحل هذا يوسف قانون المحل جدول هذا هو هذا قانون بتاع واحد يحب يمشي للكونغرس مش جايبش حاجة متفرج. حلقة العادة صاحبي لحظة قلت له ياسر جاي عندي من مصر قال لي والله قال لي جماعة خلصنا الحمد لله سبحان من هز وجه وحط وجه واحد آخر. ثانك يو يوسف شكرا حبيبي والله منور الله يسعدك. باهي يوسف كمل 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 مرحبا بك كمل شكرا ثانك يو هذيك خليها بر الكاميرا. انا توا جيت من البلاد جيت من تونس ولا من المغرب كنت حلاق هذيك وجاي لهنا لامريكا نحب نختم قانونيا كيفاش معناها باوراقي عندي اموري واضحه امورك واضحه تعرف تحلق الشغل في يدك تدخل على صاحب المحل تقول له نعرف تجيب واحد صاحبك تحجمه عجبته الحلاقه يقول لك مرحبا الف مرحبا. الشغل الوحيد اللي تبيع الحلاقه في امريكا الصبر
لأن أوكي. الأول لما تبلش في الشغل ما عندكش زبائن لازم تصبر، والشغل الثاني معظم وقتك لازم تكون في المحل مشان أي واحد جاء تاخده وهيك تربي زبائن وأمورك طيبة. أنا سمعت إنه حكاية اللايسنس والحكاية هذي مش إنك تولي تحجم بشكل رسمي. حكاية اللايسنس يبغيها واحد مشان يقولوا يفتح بيزنس ولا يروح يفتح محل يعني في محلات عندهم زي هير كاترين ولا شركات اللي لما تروح عند محل يقول لك جيب لي لايسنس مشان تشتغل. اما المحلات اللي معظمهم اسبان لاتينوس ولا عرب ولا تشاينيز لما يكون شغل نظيف في يدك ما يطلبش منك ولا لايسنس ولا شيء، يطلب منك شغل نظيف تسويه توريه قدامك يشوف شغل يقول لك مرحبا بك. باهي هذا هو. خلاص كبرت واموري واضحه وصرت نحب نحل بزنس الحال يعني محل تشتري لاني لا نستحق اللايسنس هذاك ولا لا؟ مشان اللايسنس تستحقه مشان تشتغل، اما بزنس مشان تفتح البزنس اللايسنس حق البزنس هذا لايسنس واحد اخر. لايسنس اللي انت تجي سيتي فيرجينيا ولا فولس تشيرش ولا اي كاونتي ولا سيتي يجوا يشوفوا المحل كهرباء فيه ممر الهانديكاب فيه كل امور، هم يعطيوك لايسنس للبيزنس. اوكي مش انت كواحد ما عندكش علاقه بالحلاقه تبي تفتح ريستوران تمشي تشتري ريستوران وتجيب ناس يشتغلوا عندهم اللايسنس، تشتري محل حلاقه الناس اللي يشتغلوا فيه تروح تجيب ناس عندهم اللايسنس، انت امورك راح تصير بس مانجمنت. هيك الامور هنا في فيرجينيا. اخر سؤال يا فلوس بشكل عام يعني قديش ينجم يعمل انسان اذا كان يشتغل 40 ساعه نتاعو؟ 40 ساعه نتاعك انا نعطيك الافريج، يشتغل اكثر يعني نعطيك الافريج اللي لازم تشتغله 10 ساعات في اليوم. اوكي ومشان تقعد تسوي افريج حلو يعني 1500 في الاسبوع لازم تشتغل اكثر من 10 ساعات ل 11 ساعه لانه ياخذ فيها المحل نسبه وانت عندك نسبه. لازم تشتغل 6 ايام كذا الافريج وتشتغل على حسب المحل الطريفه اللي موجوده والزبائن اللي عندك، لانه في ناس تعمل حتى اكثر من 2000 دولار في الاسبوع. بس ما توقفش من يوم لما يحط رجله في المحل 8 الصبح لحد ما يسكر وهو يشتغل يسوي فلوس حلوه برشا. باهي يا جماعه اللي يجي جديد لهنا نعرف ثم المشكله هذه نتاع اي انسان يجي جديد يبدا يلوج على الحلاق من النهار الاول خاصه كي يبدا عربي. Yeah. رقم التليفون يوسف باش تاخذ الموعد. Yeah. 703-640-8251. والعنوان 161 هيلوود افنيو فولس تشيرش فيرجينيا. ثانك يو. واخيرا خلصنا الحلاق. الحلاقه لهنا الحجامه تبدا تتخمم فيها كانها مشروع نتاع زواج يعني قبل باسبوعين وموعد وشوف تلقى شوف ليه. الحمد لله انا خلصنا تو مفروض ما عاد عندنا حتى شيء نهار وفاء بخسارته النهار وفاء بالخساره اليوم. شباب فلوقنا يوفى في الوقت هذا هنا قدام الحلقه بحذا يوسف. ما تنساوش تعملوا لايك تشتركوا في القناه تفعلوا الجرس باش توصل فيديوهاتنا اول باول. ما تنساوش حساباتنا على السوشيال ميديا الانستغرام التيك توك. وسلام.